السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، أحييكم بها على الهواء مباشرة أينما كنتم داخل وخارج الوطن إلى حلقة جديدة من برنامجكم مستقبل وطن. مشاهدينا الكرام، حلقتنا لهذه الليلة نكرس الحديث فيها عن إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن حول اليمن. فما الذي أضافه أو أضافته هذه الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لدى مجلس الأمن الدولي، وإلى أي مدى سوف تضغط على الميليشيات الإنقلابية للانصياع إلى القرارات الدولية التي صادرة عنها، وما دور الأمم المتحدة أيضا من هذه الإحاطة لإنهاء معاناة اليمنيين التي أثقل كاهله هذا الانقلاب الذي يوما بعد يوم تزيد معاناته بسبب الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات الإنقلابية، ودور الحكومة الشرعية في تفعيل هذا الملف دوليا، وكذلك للاستفادة من الإحاطات التي تقدم كدليل ضد الميليشيات الإنقلابية. مشاهدي الكرام، سعدني وشرفني أن أناقش هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد البحيح الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. ومشاهدي الكرام، قبل أن نبدأ النقاش دعونا نشاهد سويا هذا التقرير الذي يسلط الضوء على موضوع حلقتنا لهذه الليلة. إحاطة جديدة عن محيط من المشاكل تقرق اليمن بعد الانقلاب. وفقا لتعبير المبعوث الأممي، فالبلاد لا تشهد أزمة طارئة واحدة، إنما مجموعة أزمات متعددة الوجوه والأبعاد، والتي تؤثر لغاية اللحظة على ما يزيد عن 20 مليون شخص، وتأثيرها سيبقى طويلا حتى بعد انتهاء الحرب. فالبلاد إذن لا تشهد أزمة طارئة واحدة، إنما تشهد مجموعة أزمات متعددة الوجوه والأبعاد، والتي تؤثر لغاية اللحظة على ما يزيد عن 20 مليون شخص. بنص إحاطة ولد الشيخ، فإن حدة الصراع تزداد يوما بعد يوم، وتتضاعف معها مأساوية الوضع الإنساني، بما في ذلك القصف العشوائي على المناطق السكنية، وهو ما يؤدي لمزيد من الوفيات وتدمير البنية التحتية في تعز على وجه الخصوص. حديث المبعوث الأممي عن المواجهات الدائرة في الداخل اليمني واستمرار سقوط المقذوفات على المناطق السعودية أرفق بالإشارة إلى تعرض سفينة إماراتية منتصف يونيو لقصف من منطقة قريبة من ميناء المخا، وهو أمر يهدد وفقا لولد الشيخ أمن حركة الملاحة في مضيق باب المندب، ويعيق وصول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية لليمنيين الأكثر فقرا، وهو ما يضاعف المأساة الإنسانية التي ذكر المبعوث الأممي من أرقامها. في 15 حزيران يونيو تعرضت سفينة إماراتية لقصف من منطقة قريبة من ميناء المخا، ولا شك أن ذلك يهدد أمن حركة الملاحة في مضيق باب المندب. إن الاستهداف المتواصل للسفن في المنطقة يعيق وصول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية لليمنيين الأكثر عوزة. 14 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وسبعة ملايين عرضة للمجاعة، وما يزيد عن 300 ألف حالة معرضة للكوليرا، وأكثر من 1700 شخص لقوا حتفهم بسببها. إن الحالة الإنسانية في اليمن مروعة، والشعب يعاني من الحرب والجوع وداء الكوليرا الذي تفشى من جديد في المرحلة الأخيرة. وضع يقول المبعوث الأممي إن مقترحاته في إحاطته السابقة جاءت كمحاولة للخروج منه، وهي مقترحات تعاونت الحكومة معها بشكل إيجابي وفقا للإحاطة التي تضمنت أيضا دعوة للطرف الإنقلابي لإظهار حسن النية والتعامل مع المقترحات بشكل بناء، إن كانوا فعلا يريدون إنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. مشاهدي الكرام، واجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو الاستاذ احمد البحيح المحلل السياسي. مرحبا بك استاذ احمد. حقيقه يعني هذه ما قدم الى مجلس الامن ليس بجديد، يعني بالنسبه للانتهاكات، وقف المساعدات الانسانيه الغذائيه الطبيه، القصف العشوائي وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الانقلابيه في ظل هذه الظروف الراهنة والمساعي التي يقوم بها المبعوث الأممي، بوجهة نظرك في هذه الإحاطة ما الجديد الذي قدمه إلى مجلس الأمن؟ مساء الخير لك أخي الكريم وللسادة المشاهدين.
أولا اسمح لي أن أقدم تحية لكل أبطال أبناء الجيش الوطني في مختلف محافظة الجمهورية وللشعب اليمني في الداخل والخارج على صمودهم الأسطوري أمام هذه الميليشيات الإنقلابية لقرابة العام الثالث منذ انقلابها من القاشم. ثانيا ولد الشيخ أعتقد في هذه الإحاطة كان أكثر إيجابية من الإحاطات السابقة. لماذا؟ تحدث بشكل صريح عن ثلاث نقاط رئيسية. تحدث أولا عن دور الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، حينما تحدث بشكل وصف الأعمال الإرهابية التي حدثت في أبين وكذلك في لحج، ومن ثم تحدث أن الحكومة اليمنية نشرت قوات مكافحة الإرهاب في كل من أبين ولحج وتعز. وهنا يؤكد ولد الشيخ أحمد من خلال هذه النقطة بالتحديد أنه المخول لمكافحة الإرهاب هي الحكومة اليمنية وليس غيرها، وهذه نقطة إيجابية أيضا أتطرق إليها. النقطة الثانية، تحدث ولد الشيخ أحمد عن دور الحكومة وترحيب الحكومة بالمبادرة التي تحدث بها حول ميناء الحديدة، وهنا يؤكد مرة أخرى أن الحكومة اليمنية تتعامل مع كافة الملفات بكل إيجابية وحرصا منها على إحلال السلام. وحمل الانقلابيين حينما أكد في آخر ما طرحه أنه يأمل من الميليشيات الحوثي وصالح، أو كما سماها منصر الله وصالح، الاستجابة لهذه المطالب. وهنا يؤكد على أن الحكومة هي من تبادر بينما الطرف الآخر ما زال متعنتا. تحدث أيضا عن استهداف الملاحة الدولية حينما تحدث عن استهداف بارجة إماراتية، وهنا يؤكد على أن الميليشيات تهدد المياه الإقليمية من خلال استهدافها لهذه البارجات. النقطة الرابعة أيضا، هو تحدث أكثر من 12 نقطة، لكن تحدث عن أكثر النقاط أهمية ما يتعلق بالجانب الإنساني، وهو وأسهب في هذه النقطة بالتحديد عن مسألة الكوليرا وكذلك مختلف الأوجه الإنسانية. لكن ولد الشيخ أحمد في هذه النقطة بالتحديد لم يحمل الميليشيات يعني التداعيات وهذا التفاقم الإنساني، ولماذا وصل الحال إلى ما وصل إليه. النقطة الأخيرة، تحدث أيضا عن المساعدات الإنسانية، وأشاد بدور المملكة العربية السعودية في تقديم 67 مليون دولار لمكافحة الكوليرا، ودعا إلى الاقتداء بالمملكة العربية السعودية في مساعدة الشعب اليمني. في مجمل الإحاطة، أنا أعتقد أنها إحاطة إيجابية، حتى أن الحكومة اليمنية من خلال بيانها اليوم تحدثت أنها ترحب بهذه، يعني أشادت بهذه الإحاطة، وأكدت على أنه الجانب الذي أغفله ولد الشيخ بصورة مباشرة وغير مباشرة هو الجانب السياسي. لم يتحدث بشكل صريح عما يتعلق بالمرجعيات الثلاث وعن أي أسس لأي حوار قادم. تحدث عن ميناء الحديدة وكأنه يشير على أنه الأيام القادمة سيكون هناك حوار فيما يتعلق فقط بميناء الحديدة ومصير محافظة الحديدة في أن يسلم. سوف أستكمل معك النقاش حول هذا التخصيص، ولماذا لا يتحدث عن مشكلة متواجدة هي الميليشيات الانقلابية، من أوصلت اليمن إلى هذا الحال. أن معنا أيضا الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي، معنا عبر الهاتف. سعد الله مساك دكتور عبد الباقي. مساء الخير لكم. مساء النور دكتور عبد الباقي. بوجهة نظرك، ما الجديد الذي قدمه الشيخ في هذه الإحاطة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن؟ أنا أعتقد أن صحيح أن هناك تحول في الخطاب، لكن نحن بعد ثلاث سنوات لسنا بحاجة إلى تحول في الخطاب، بحاجة إلى ترجمة للمرجعيات. نعم. دكتور عبد الباقي، عموما إذا ربما هناك خلل في الاتصال معه، إذا تمكننا سوف نأخذ أيضا وجهة نظره إليك. أستاذ أحمد، لماذا هذا التخصيص؟ لماذا لا يتكلم عن مشكلة؟ وتحدثت بأنه لم يتطرق إلى الجوانب السياسية والمرجعيات التي لا تغيب عن أي مبادرة تطرح عن الحكومة الشرعية إلا بهذه المرجعيات، وتم الحديث عن أمور إذا صح التعبير ضيقة فقط، من المساعدات الإنسانية إلى آخره ما تحدث به. لا نستطيع أن نعتبرها ضيقة وغير هامة، الجانب الإنساني جانب مهم، ولعل ولد الشيخ
ركز على الجانب الإنساني بناء على الوضع الكارثي الإنساني. ولد الشيخ أحمد يتلقى المعلومات من خلال تقارير ميدانية، من خلال أيضا نشطاء إعلاميين وحقوقيين في مختلف محافظات الجمهورية. لأنه ركز على الجانب الإنساني، لأنه زيادة الوضع الإنساني يزداد سوءا يوم بعد آخر، انتشار مرض الكوليرا، كذلك أيضا التقارير النداءات المنظمات الدولية ومنها منظمات الصحة العالمية وغيرها أن الوضع في اليمن يحتاج إلى المزيد من الدعم والمزيد من يعني تكثيف الجهود نحو هذا الملف. لكن تقافل الجانب السياسي ودون الإشارة بشكل صريح على ما يتعلق بالمرجعيات وغيرها، كما أسلفنا لعل المرحلة أصبحت الآن تتحدث عن حلول أنا أعتبرها تقسيم المشكلة إلى جزئيات بسيطة. لماذا وصل هذا الحال؟ لعله أنا أعتقد أنه ولد الشيخ أحمد حينما من خلال المشاورات الأربع الجولات الماضية ما بين الحكومة وما بين الميليشيات تحدث عن رزامة كاملة من القضية بمجملها السياسية والعسكرية والأمنية. وجد أنه لا يمكن أن يكون هناك يعني تقارب لوجهات النظر أو تقدم في هذه الملفات، فلعله بدأ يفتح كل ملف لحدة. ولا ننسى أنه إذا كان فعلا استطاع أن يحقق نجاحا في هذا الملف فيما يتعلق بمحافظة الحديدة بالتحديد والميناء، هذا الملف أعتقد أنه إذا نجح فيه سيستطيع أن يفتح المجال أمام الملفات الأخرى بشكل سلس. لماذا؟ لأنه ميناء الحديدة يعتبر هو الشريان الوحيد الآن الذي يمد الميليشيات بالمال والسلاح، كذلك الميناء يمدهم أيضا من خلال الموارد التي تأتي عبر هذا الميناء من جمارك، إضافة إلى إذا تم فتحه تصل المساعدات الإغاثية والإنسانية. لكن البعض يتحدث بأن هذا ربما فشل أو عجز بالنسبة للمجتمع الدولي أمام الميليشيات الإنقلابية حيال أي إجراءات صارمة اتخذت ضدهم. في الأصل يفترض على المجتمع الدولي بما أن هناك قرارات أممية ذات ومنها 22/16 أن يتحدث أن الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي راغبون في السلام، ولكن 3 سنوات وهذه الميليشيات تستمرئ وتستمر في تعنتها، يفترض أنه يعطي الضوء الأخضر بشكل مباشر للحكومة اليمنية للتحالف العربي لحسم هذه المعركة عسكريا تطبيقا لقرار 22/16. 22/16 يتحدث عن عودة الشرعية ودحر الانقلاب بكل ما تعني الكلمة. استمرار تدليل هذه الجماعة واستمرار التعامل معها بشيء من التراخي جعلها تستمر مرة أخرى وتستمر في تعنتها، بل صرحوا أنهم الآن رافضون ولد الشيخ، لا يريدون ولد الشيخ كمبعوث أممي. وهذا ما يعني أننا بحاجة إلى أن حتى يقبلوا ولد الشيخ مرة أخرى إلى كم يعني أشهر، ومن ثم يتم تبديل ولد الشيخ إذا ما وافقوا وعلى طيب هذا الموال. بعيدا عن ولد الشيخ المبعوث الأممي، لكن التقارير بالنسبة للمجلس الأمن الدولي ماذا عنه؟ التقارير مجلس الأمن تحدث بالأمس أكثر من بعد حادثة ولد الشيخ أحمد كانت جميعها إيجابية. الإيجابي في مجلس الأمن وحتى في التقارير الجميع متفق على أن الشرعية هي الغطاء الوحيد للشعب اليمني. الجميع متفق على دعم الشرعية والاعتراف بحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي دون غيرهم. الجميع متفق أنه ما حصل في اليمن هو انقلاب. الجميع أيضا متفق أنه لا حل في اليمن إلا بعودة الشرعية. هذه ما زال 3 سنوات متماسكين نحوها. لكن في المقابل ما الذي قدمته الأمم المتحدة بشكل صريح من خلال الحوارات البينية بينها وبين الميليشيات وبين من يقف وراء هذه الميليشيات؟ مثلا ما هي وسائل الضغط التي استخدمتها الأمم المتحدة على الميليشيات؟ هل هدد ولد الشيخ أحمد مجلس الأمن مثلا، هل هدد أنه سيستخدم القوة ضد الميليشيات؟ ولد الشيخ في الإحاطة السابقة تكلم بشيء من الزهو والتفاخر أننا استطعنا أن نوقف العملية العسكرية باتجاه الحديدة. هذا ما يعني أنه خدم الميليشيات، لكن ما هو المقابل؟ إذا استمرت الميليشيات رفضت هذه المبادرة الأممية التي تتحدث عن تسليم ميناء الحديدة من خلال آلية معينة لفريق أممي أو لفريق محايد يدير هذا الميناء، ماذا لو استمرت الميليشيات؟ وهذا المؤكد أنها ستستمر في تعنتها. بالتالي ما هي الخطوة القادمة؟ هل سنستمر في هذا التدليل؟ هل الحكومة اليمنية أيضا والتحالف العربي سيستمرون في تدليل هذه الجماعة ومنها
يظل الوضع كما هو عليه ويزداد الوضع الإنساني يعني ساعة يوم بعد آخر وتتفاقم الحالة الإنسانية. الحكومة اليمنية والاتحاد العربي هم مسؤولون عن الشعب اليمني، كل الشعب اليمني، ليس فقط المحافظات المحررة بل حتى المحافظات المحتلة من قبل الميليشيات. فما هي إجراءاتهم القادمة وماذا سيقدم لهم ولد الشيخ أحمد؟ هل دعما أو تثبيطا؟ هنا ما يجب على الشيخ أحمد أن يكون صريح في اللحظات القادمة أو حتى في حواره مع ميليشيات صالح الحوثي. نعم، طيب الآن عاد إلينا مجددا الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك دكتور، سألتك عن وجهة نظرك في هذه الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي لدى مجلس الأمن الدولي. على كل حال أحاول أن أذهب إلى الجوهر، أقول أنني أنا شخصيا أفصل بين خطاب الشيخ وبين الترجمة الخطاب إلى ممارسات، ولهذا أعتقد أن الحديث من ميناء الحديدة إلى الطرف الثالث هذا يعني أن ولد الشيخ ما زال في نفس رؤيته الذي المحافظة على الحوثيين والتخبير الصالح. بالتالي إذا أردنا أن نكون منطقيين وعقلانيين نحدد يوجد الطرف الثالث جلاب والسلطة الشرعية، أي أن السلطة الشرعية أطراف من أطراف الإنفاع، وأنا قد حدثت في قبل على هذا أننا ينبغي أن نعيد التوصيل الجديد ثلاث مواد ونحن من المشاورات إلى أباء لمن يعاني، وهناك الآن سنة قيدين ومكتوب الثلاثية والأسر تحاول على حسب الصوت يتقطع بالكاد. أعتذر منك دكتور عبد الباقي، بالكاد نفهم وجهة نظرك بسبب رداءة في الصوت. عموما نكرر بك الاتصال مجددا في حال تمكننا من هذا الخلل. عودة إليك يعني أستاذ أحمد، الحديث حول ميناء الحديدة والمساعدات الإنسانية وبأن الكارثة الآن التي ربما على الحكومة الشرعية والمجلس الأمن الدولي وكذلك الأمم المتحدة هي الكوارث الإنسانية، جعلت منها في الدرجة الأولى في كل حساباتها ولم تجعل في حساباتها البنود التي تم الاتفاق عليها سابقا، انسحابها من المناطق السكنية، تسليم السلاح، غيرها، الانصياع إلى القرارات. حتى الأمم المتحدة لم تتحدث عن القرارات التي أصدرتها. بأي شكل يتعامل المجتمع الدولي مع هذه الميليشيات الانقلابية التي أصبح بس يناقش إشكاليات معينة الحالة الإنسانية وتخفيف المعاناة على أبناء الشعب اليمني؟ نعم، هذا ما كنا نتحدث به دوما، أن المجتمع الدولي الأمم المتحدة دائما يتعامل مع أمر الواقع. كثير ما يصدر قرارات أممية مع مختلف دول العالم، مع مختلف الصراعات في المنطقة وفي دول العالم المختلفة، لكن حينما يكون هناك أمر واقع دائما ما كانوا يتعاملون مع هذا أمر مع أمر واقع بشكل من الأشكال. الآن حينما يتحدثون عن ميناء الحديدة وتجاهلوا كل الملفات السابقة والقرارات السابقة والبنود السابقة والاتفاقيات السابقة، كأنهم يتحدثون أننا أمام أمر واقع يجب الآن أن نبدأ نحل المشكلة ونسوي المشكلة الأصل. نعم. وهنا حينما يتم تفريق قرارات أممية من مضمونها الحقيقي إلى مشاكل جزئية. صحيح أن الجانب الإنساني مهم، لكن علينا أن نعالج المشكلة الأصل. نعم. لماذا بالضبط وصل الأمر إلى ما وصل إليه؟ لماذا وصل الوضع الإنساني إلى هذه الكارثية؟ بسبب ماذا؟ بسبب الانقلاب، بسبب مصادرة منظمات مصادرة مخازن الأمم المتحدة، بسبب الفوضى، بسبب تحويل هذا الميناء الوحيد الذي يفترض أن يدخل عبر المساعدات إلى شريان للسلاح وللمال. بل ولد الشيخ تحدث بشكل صريح أنه لكي لا يستخدم موارد هذا الميناء للحرب، وكأنه يشير إلى ما يسمى بالمجهود الحربي، أو أنه ما زال هذا الميناء الذي ما زال يورد حتى هذه اللحظة شهريا قرابة 60 مليار ريال إلى خزينة الميليشيات. الأمم المتحدة إذا استمرت بتعاطيها غدا سيتحدثون عن حكومة أمر واقع، سيتحدثون أن الميليشيات تفرض أمر واقع في محافظات معينة، وسيصبح الأمر بين أمر حكومة هنا وحكومة هناك. هنا وهنا يجب على الحكومة اليمنية والاتحاد العربي أن يكونوا مدركين إلى متى، إلى أين يجرهم الأمم المتحدة وإلى أين تجرهم هذه البيانات. هي تجرهم إلى مشاكل فرعية،
عليهم دائما أن يتمسكوا بأصل جوهر المشكلة لكي يحلونها. الأصل الانقلاب، أصل المشكلة هو الانقلاب. إذا ما أردنا أن نحل المشاكل الفرعية علينا أن نركز على الأصل وهو انقلاب الحوثي وصالح، ومن ثم نأتي في المشاكل الفرعية. الحكومة اليمنية كمسؤولية تتحمل مسؤولية تجاه الشعب اليمني من خلال تسليم الرواتب، من خلال الإغاثة، من خلال وكذلك التحالف مدعومة من التحالف العربي، والميليشيات من خلال الأمم المتحدة إذا لم تسلم أو تسلم هذه المواني وهذه المدن من خلال اتفاق سياسي عليها أن ترغم بقوة السلاح. لا ننسى أنه 22/16 تحت البند السابع ويجيز للحكومة اليمنية التحالف العربي الأمم المتحدة نفسها أن تستخدم السلاح. التماهي المستمر 3 سنوات لا يخدم القضية اليمنية، وإنما يديم الصراع في اليمن ويديم الصراعات، بل حتى لو كان هناك حلول سياسية ستكون حلول سياسية مؤقتة، بالتالي يعني محاولة مرور وقت معين حتى يتم الإعداد مرة أخرى للحرب وتستمر الصراعات مرة بعد أخرى. الخلافات أيضا الحاصلة في مختلف الملفات بالنسبة للشرعية انعكست سلبا على الأمم المتحدة. الولد الشيخ إذا ما تحدث أن الشرعية لديها خلافات نوع ما ربما تجعله يغير نظرته في مسألة جدية الشرعية. وهنا نحيي صمود الحكومة اليمنية وعزيمتها في إنهاء أي تمرد كان بتحت أي مسمى كان في الشمال أو في الجنوب. الحكومة هي المعنية، الشرعية هي الخيار الوحيد. أيضا ما اتفق عليه اليمنيون وهو قيام الدولة اليمنية الاتحادية هو المشروع الوحيد الآن حتى ننهي الانقلاب وتعود الشرعية ونقف من حيث وصلنا إليه في الاستفتاء الدستور، ومن ثم نأتي في نتكلم عن ملفات أخرى. نعم. لذلك ولد الشيخ أحمد أو المجلس الأمن المتحدة هم يتحدثون دوما عن نتائج على الأرض. الحكومة اليمنية مسؤولة عن إحداث تغيير على أرض الواقع كما حدث في يعني الموضوع. يعني أستاذ أحمد المتغير على الأرض يعكس الصورة لدى مجلس الأمن بتعاطيه مع الحكومة الشرعية وكذلك الميليشيات الانقلابية؟ بلا شك بلا شك. لماذا توقف لماذا توقفت العملية العسكرية باتجاه باتجاه الحديدة؟ لماذا توقفت العملية العسكرية باتجاه الحديدة؟ ستخسر الميليشيات الانقلابية الكثير، فبالتالي هناك ربما نوع من الضغط. الصورة الآن لدى هم يريدون فرض أمر واقع معين. طيب. وترك أمر واقع. هنا يبدأ العمل الدولي الذي الغير مرغوب به وهو تقسيم اليمن إلى مناطق انقلابية. تريد أن تكون الميليشيات الانقلابية والشرعية متكافئة في اليمن؟ لا يمكن، بغض النظر عن الرقعة الجغرافية. هذا ما تريد أن يتحدث به يعني المجتمع الدولي بشكل عام؟ بناء على المعطيات على أرض الواقع وتوقيف العملية العسكرية في قرابة المدينة مديرية الخوخة في الحديدة، وأيضا تشدق ولد الشيخ أنه يوقف العملية العسكرية في الحديدة، كذلك دائما دعوته إلى إيقاف العملية العسكرية هنا أو هناك، هذا يؤكد على أنه يريد أن يحقق للميليشيات أهداف معينة في استمرارهم في رقعة جغرافية معينة والشرعية كذلك. ومن ثم يأتي الحوار، بدل ما كنا نتفاوض على شرعية بكامل عموم الجمهورية نأتي نتفاوض على عودة شرعية في رقعة معينة. وهنا يجب على الحكومة أن تحذر كل الحذر. التماهي مع هذه البيانات ومع هذه التقارير ستوديها يوم من الأيام أنهم يحاورونها ويناقشونها في الأراضي التي هي تسيطر عليها. نعم وليس نعم. في الأراضي. لكن المبعوث الأممي بهذه الإحاطة هو رسول قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، يعني فبالتالي هناك القرارات أو الحزم سوف يكون من المجتمع الدولي والمجلس الأمن الدولي. الإيجابية التي يمكن أن يتعامل معها بهذه الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي. الإيجابية أن أؤكد كما أسلفنا أنه تأكد على موضوع أن الحكومة اليمنية هي المعنية بمكافحة الإرهاب. الملف الوحيد الذي صالح والحوثي دائما كانوا يتحدثون عنه مكافحة الإرهاب، أننا نحن الذين شعارهم مكافحة الإرهاب وكما يسمونهم الدواعش وغير ذلك. هذا الملف من خلال كلام ولد الشيخ أصبحت الحكومة اليمنية هي المعنية، وهنا يجب على المجتمع الدولي دعم الحكومة اليمنية لاستمرار مكافحتها في الإرهاب. كيف كانت العمليات الإرهابية في أبين، في لحج، في عدن، في حضرموت؟ اليوم الحكومة اليمنية حققت نجاحات كبيرة، لا تعد تذكر العمليات الإرهابية في المحافظات الجنوبية ولا المحافظات الشرقية ولا غيرها. لماذا؟
عمل كبير قامت به الحكومة اليمنية من خلال جهود مختلفة أمنية بالتعاون مع التحالف العربي. في المقابل الحكومة اليمنية يجب أن لا تتوقف، يجب أن لا تستسلم لهذه القيود التي وضعت أمامها. الرغبة والإرادة لدى أبناء الجيش الوطني يجب أن لا تكبت هذه الرغبة من خلال قرارات سياسية. القرارات السياسية يجب أن تدعم الجانب العسكري وليس العكس، يجب أن تعزز هذا الجانب العسكري. الجبهات المختلفة رأينا خلال الشهرين الماضية هناك شبه ركود في مختلف الجبهات باستثناء جبهة تعز الذي حدث فيها تقدم لصالح الجيش الوطني حينما تقدموا ما بعد قصر الجمهوري وباتجاه الحوبان عندك عندك الشريفة. المأرب، عندك الجوف، يعني هناك نعم التحرك لا فيها. هنا السؤال، حين تحرك الجوف مأرب حقيقة تقدم في المخدرة، لكن من شهرين، ما قبل شهرين ما الذي حدث؟ الميليشيات حينما استجمعت قواها في هذه المناطق بدأت تعيد الكرة، وهي بدلا من كانت تدافع تهاجم، لكنها خسرت في الأخير. وهذا ما يجعل الجيش الوطني يجب أن يكون حذر وألا يتوقف. التوقف يعني الترهل، يعني محاولة يعني ترك الجبهات في حالة من السبات وحالة من الهدوء. يجب على الحكومة اليمنية أن تعزز من عزيمتها وأصرها في التقدم نحو أي جهة لتحررها. نعم. طيب أمام هذا الركود الذي تحدث عنه وفي الغموض في الجانب السياسي، هل تعتقد بهذه الإحاطة وغض النظر في الحل التي ربما الحكومة تسعى من خلالها ووفقا للمرجعيات الثلاثة التي تحدث عنها سوف تقود الأزمة إلى بوادر حل سياسي تقوم بطهيه الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن، ومن يضع البهارات هي يضع البهارات هو المبعوث الأممي بنكهته الخاصة. يعني ممكن أن تقود هذه إلى مبادرة سياسية، لكن ما هي طبيعة هذه المبادرة السياسية؟ هل هي كما مبادرة كيري السابقة التي أقصت الشرعية ومكنت الانقلاب؟ وهل سيقبل بذلك التحالف والحكومة اليمنية؟ هنا السؤال. التحالف العربي إذا لم تعود الشرعية إلى العاصمة صنعاء وتعود مؤسسات الدولة ويتم تسليم السلاح، فكل عملياتها التي قادها في اليمن عمليات فاشلة. المعيار الوحيد في نجاح عاصفة الحزم هو دحر الانقلاب وعودة الشرعية، ما دون ذلك لا يعتبر نجاحا بعيدا عن أي أهداف فرعية. نحن نتحدث عن الإطار العام لهذه الأهداف. لذلك التحالف العربي أنا أثق كل ثقة أنه معني بهذه النتيجة. الحكومة اليمنية الرئيس عبد الرب منصور هادي صامدون وتحدثوا دوما أنهم عازمون أنه لا خيار إلا بعودة الشرعية ودحر الانقلاب. لا مانع أن يندحر الانقلاب ويتم هناك حل سلمي وتنسحب هذه الميليشيات من المدن وتسلم مؤسسات الدولة وتعود وندخل اليمن جميعا بسلام، لا مانع بذلك. لا يعني أننا نريد أن تستخدم القوة في كل ملف. إذا كانت السياسة ستحل أو ستعمل على حلول ناجحة فلا بأس في ذلك، مع أننا نعلم جيدا أن الميليشيات لا يؤتمن جانبهم. نعم. وكثيرا ما حاورناهم وكثيرا ما ناقشناهم، وفي آخر المطاف كانوا ينقلبون على كل هذه الحوارات بمجرد ما يجدوا لديهم من قوة. كل هذه التأخير ليس من مصلحة الشرعية ولا مصلحة التحالف ولا مصلحة المنطقة. تمكن هذه الميليشيات، وأنا دائما ما أكرر، بقاء ميليشيات الحوثي ولو في مديرية ومديرية الجمهورية وهم يحملون السلاح ليس تهديد أمن اليمن فقط، بل أمن المملكة أولا وأمن المنطقة بشكل كامل. اليوم والأمس يستهدفون البوارج الحربية في المياه الإقليمية، يستهدفون الحدود السعودية والعمق السعودي بصواريخ البالستية. غدا ماذا سيعملون حينما يتمكنون أكثر فأكثر؟ اليمن منطقة عبور بالنسبة للمشروع الإيراني، منطقة عبور لما بعدها. الميليشيات أداة مسيرة وليس مخيرة، تنفذ ما يملى عليها من قبل منالي إيران. لذلك ما الذي سيقدمه التحالف وما الذي ستقدمه الحكومة اليمنية؟ نعم. الانشغال بملفات جانبية بالنسبة للملف اليمني بالتحديد، ملفات فرعية داخل هذا الملف، ستفسد عليهم كل الخطة وسيصبحوا يوما من الأيام أمام أمر واقع. نعم. سوف نستكمل حديث أستاذ أحمد حول
كيف يمكن للحكومة الشرعية استغلال هذه الإحاطة الإيجابية نحو الحكومة الشرعية لدى مجلس الأمن الذي قدمها المبعوث الأممي، وكيف يمكن أيضا التعاطي معها وفقا للوضع الراهن الذي تعيشه اليمن وتعيش أيضا الظروف الصعبة والعقبات التي توضع أمام الحكومة الشرعية، كيف لها أن تتعامل وتفعل هذا الملف بكل ثقل؟ نستكمل الحديث بعد هذا الفاصل القصير. اسمح لي أستاذ أحمد مشاهد الكرام، فاصل ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ومستمرين معكم على الهواء مباشرة من برنامجكم مستقبل الوطن، وحديث حلقتنا حول الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي لدى مجلس الأمن الدولي. وأجد ترحيب بضيفي في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ أحمد البحيح، مرحبا بك مجددا أستاذ أحمد. يعني نتحدث عن دور الحكومة الشرعية، أين يكمن في ظل كل المعطيات الإيجابية سواء كانت الدولية أو المحلية بسيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على رقعة جغرافية كبيرة، وأيضا التقدم الحاصل، أين يكمن دوره في تفعيل هذا الملف الدولي الذي يمكن من خلاله الضغط على الميليشيات الانقلابية والاستجابة إلى ما يتم طرحه وفقا للمرجعيات؟ نعم، الحكومة اليمنية حقيقة تبذل جهود جبارة في مختلف الملفات، وتشكر على جهودها، ونحن نعلم جيدا طبيعة الظروف التي هي تعمل فيها وطبيعة الضغوط التي تمارس عليها من الداخل والخارج. حاط ولد الشيخ أحمد وحديثه بإيجابية عن الحكومة اليمنية، وأيضا حديثه عن جهودها في مكافحة الإرهاب، وكذلك أيضا تحديده مسألة أن الحوثيين يستهدفون المدنيين في تعز بهكذا وصف، هذه هي بناء على يعني نتيجة الجهود التي بذلت من قبل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ومن قبل أيضا التقارير التي ترفع. وسمعنا من خلال المبعوث اليمن في مجلس الأمن من خلال بيانه بالأمس يعني تقرير كان مميز، وكان يوضح الكثير من النقاط التي كانت يعني أعتقد أنها كانت غائبة عن مختلف دول العالم، بالذات المعنيين بالملف اليمني. الوضع بالنسبة للحكومة اليمنية يعني تحتاج إلى دعم أكبر من قبل المجتمع الدولي، تحتاج إلى أيضا حل كثير من الملفات التي ما زالت عالقة لكي تتمكن من العمل. نحن بحاجة إلى أن نعالج أبرز الملفات التي ربما على الحكومة الشرعية أن تعمل بها في ظل هذه الإحاطة والإيجابية الدولية. الملف الأول أخي الكريم هو ملف المشاكل التي حاصلة في الجنوب. ملف الحكومة اليمنية مع ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس نعتبره المجلس الانقلابي الجنوبي، يجب أن تحل هذا الملف بأي حال من الأحوال. يجب على الحكومة اليمنية أن تتعامل بشيء من الحزم والجدية، وكذلك التحالف العربي يجب أن يناقشوا هذا الملف بالتحديد لكي تستمر الحكومة اليمنية في عطائها وتعمل ما يسعيها من داخل محافظات اليمن المختلفة. الملف الثاني ملف الرواتب، رواتب الموظفين، وهنا الحكومة اليمنية دائما رأينا تصريحات للناطق باسم رئاسة الوزراء وكذلك الناطق باسم الحكومة أنه تم صرف رواتب معينة، تم صرف رواتب الجيش، تم صرف رواتب الأمن، تم صرف رواتب المدنيين، لكن نتفاجأ أنه لم يتم صرفها في محافظة أو أخرى. لذلك الحكومة اليمنية عليها أن تلتزم التزام بناء على مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني في تسليم رواتب كل موظف في الدولة في مختلف محافظات الجمهورية، حتى المحافظة التي داخل التي يعني تقتنها الميليشيات وتحتلها الميليشيات، يفترض الحكومة اليمنية أن تجد لها حلول ووسائل لتصل رواتب هذه الموظفين. الموظف كيف سيقتنع بالحكومة إذا ما لم تسلمه الرواتب وتصل الرواتب بأي طريقة كانت؟ نعم. الملف الثالث وهو الملف المحور أو نسميه الداعم للحكومة اليمنية في تواجدها السياسي وكذلك الخدمي، الجانب العسكري، الجيش الوطني وكذلك مختلف أفراده في مختلف محافظات الجمهورية بحاجة أيضا إلى الدعم، بحاجة إلى توفير رواتب، بحاجة إلى التعزيز، بحاجة أيضا إلى قرار سياسي في التقدم في مختلف الجبهات. أنا أعتقد أن قرار التقدم في المعارك ليس قرارا عسكريا، إنما هو قرارا سياسيا، وهنا تكمن المشكلة. نعم. دائما كنا نتحدث افصلوا ما بين الجانب العسكري والجانب السياسي،
دعوا الجيش الوطني ووزارة الدفاع وهذا كل واحد يمشي في طريق هي من ستساعدكم أي طيب. تقدم عسكري هو من سيساعدكم في الحكومة. بقي لديك ملفات تعتقد أن الحكومة لابد أن تعمل عليها؟ أعتقد هذه أبرز الملفات طيب. هذه أبرز الملفات والتي يجب أن تعمل عليها بالإضافة إلى العودة إلى الداخل. العودة إلى الداخل عنوان رئيسي لعودة الشرعية. طيب. كان يفترض الحكومة اليمنية وخصوصا بعد عامين ونصف العام من طقم العاصمة العاصمة ألا تبقي موظف من موظفي الحكومة من مدير عام وما فوق إلا وهو في الداخل يمارسون أعمالهم من داخل المحافظات. نحن نتحدث أن لدينا 80% من مساحة الجمهورية، ألست نبغى 10% تتسع لهؤلاء الموظفين؟ مارب ترحب بكل موظف الجمهورية، لماذا لا يعودوا إلى مارب، إلى سيئون، إلى حضرموت، إلى عدن، إلى أبين، إلى الجوف؟ كل هذه المحافظات محررة ولا لا؟ تعود إليها الحكومة اليمنية بكافة طواقمها، تعمل تبحث عن أي وسيلة لتمكن هؤلاء من استمرار عملهم، وحينما تمارس عملها من الداخل ثق كل الثقة أخي الكريم أن المواطن سيجد أن هناك حكومة موجودة تصارع الحياة مثل ما هو يصارعها من الداخل. لكن حينما تصبح معظم أعمالها من الخارج، مع طبعا شكرنا وتقديرنا لرئيس الوزراء بقائه في عدن وطاقم الحكومة، نعم. طيب. لكن بحاجة لعودة البقية. سوف أناقش معك هذه الملفات، لكن الآن دعنا في الجانب الإنساني وما تحدث به المبعوث الأممي في إحاطة لدى مجلس الأمن، ومعنا الأستاذ جمال بلفقيه مستشار وزارة الإدارة المحلية وكذلك منسق اللجنة العليا للإغاثة. مرحبا بكم أستاذ جمال. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا أستاذ جمال، ماذا أو كيف تقرأ الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي في الجانب الإنساني تحديدا في فتح الممرات وإيصال المساعدات وأيضا طلب التقديم المزيد من الدعم للوضع الإنساني في اليمن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا إحاطة المبعوث الأممي حول اليمن، الحكومة اليمنية في اجتماعها اليوم أشادت بما قدمه المبعوث الأممي من مقترحات موجودة وفتح الممرات وكذلك من السيطرة على ميناء الحديدة بالأمم المتحدة ومن طرف ثالث اللي هو يمنع عملية العمل العسكري وعملية إطالة الحرب التي تدعمها إيران للإنقلابيين، وهذا الذي سبب تأخير الحرب لحد الآن. والحكومة اليمنية مقدرة ما قدمته للأمم المتحدة في هذا المجال، وأنها المرجعية للقرارات الأمم المتحدة والمرجعية الثلاثة للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن ومخرجات الأحوال الوطني. فطبعا هي فالحكومة اليمنية فهي دائما هي داعي للسلام، وهي مادة أيديها للسلام، وهي تنهي الحرب إلى المرحلة الثانية لإعادة المرحلة الانتقالية وهي لإقامة الدولة الاتحادية. نعم طيب، بالنسبة للعراقيل التي توضع أمام الحكومة الشرعية في الجانب الإنساني والميليشيات الانقلابية، إلى أي حد أسهمت في مضاعفة هذه المعاناة؟ الحكومة اليمنية طبعا من بعد الأمر طبعا تعليماتها واضحة بالنسبة للعمل الإنساني بأن احنا نقوم بالإغاثة اليمن بشكل عام من المهرة إلى صعدة بدون النظر في الأمور الأخرى. فنحن نوصل الإغاثة إلى كثير من المناطق الموجودة، فوصلت إغاثات كثيرة إلى صعدة والإيب وإلى بعض المناطق اللي مسيطرة على الحوثيين، كذلك في مجال الكوليرا. الكوليرا طبعا عندما وصلت علينا الأدوية اللي موجودة للكوليرا فبعثنا عن طريق منظمة الصحة العالمية 53% من الأدوية اللي وصلتنا إلى المناطق اللي تحت سيطرة الحوثي وصالح، لكن للأسف الأخوان في الإنقلابيين الموجودين في صنعاء منعوا هذه الأدوية وتم بيعها في الأسواق ولم تصل إلى مستحقيها، وهذه إشكالية كثيرة وعراقيل كثيرة بالنسبة للتعاون. ولهذا نحن طلبنا من منظمة الصحة العالمية أنها لا تعطى أي إغاثات وأي أدوية موجودة للإنقلابيين، نحن باستطاعها أن نوصلها لمناطقها والأشخاص المحتاجين عن طريق منظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني اللي هي شريكة مع اللجنة العليا للإغاثة. نعم طيب، أيضا من خلال الإحاطة تحدثت بأن الحالة الإنسانية لا يمكن حلها في خلال السنوات القادمة، ربما تحتاج إلى فترة زمنية طويلة. في ظل هذه الإحاطة
أين يكمن دور مجلس الأمن الدولي للضغط على الميليشيات الإنقلابية لإنقاذ الحالة الإنسانية فقط تحديدا، بغض النظر عن الجوانب الأخرى التي لم تسعى أو تستطيع الضغط بها على الميليشيات الإنقلابية؟ في الجانب الإنساني، ما الذي يمكن أن يقدمه مجلس الأمن الدولي من خلال هذه الإحاطة التي تحدث بأنها ربما لا تتعالج أو تتعافى إلا بفترة زمنية طويلة؟ أهم حاجة تقدمها مجلس الأمن هي الضغط على المنظمة الدولية بنقل مكاتبها لعدن. هذا الإشكالية الكبير اللي نعاني منها بشكل كبير، لأن وجودها المنظمات الدولية وفروعها الرئيسية داخل صنعاء هي اللي تعرق العملية الإغاثي، اللي لا تأتي الإغاثة بشكل صحيح لكل المناطق. كذلك هم وجودهم في صنعاء هي عبارة عن إقامة جبرية لهي هذه المنظمات، لأنهم لا يستطيعون يتحركوا بحرية. ولهذا وجودهم داخل عدن هي بتعطيهم مساحة كبيرة في التنقل وإيصال مساعدات لكل الناس الموجودة. كذلك الضغط على الأمم المتحدة كذلك بتنفيذ القرارات، يعني لحد الآن لم يتم الضغط بشكل كبير لتنفيذ القرارات بحيث أن نستطيع أن احنا تنهى الحرب وتبدأ المرحلة الجديدة اللي هي المرحلة الانتقالية لبناء الدولة اليمنية الجديدة، الدولة الاتحادية. نعم، طيب أيضا بالنسبة لأنتم في الإغاثة و من خلال الأعمال الإنسانية التي تقومون بها لإنقاذ الوضع الإنساني، كيف تقرؤون هذه الأرقام والإحصائيات والتقارير التي تتحدث بأن الكارثة تطول لفترة زمنية طويلة جدا لا يمكن حلها في السنوات القادمة؟ هل من خطط لديكم وتعاون دولي لهذه الكارثة الإنسانية؟ طبعا احنا في خلال الفترة الماضية وطبعا في خلال الأيام القادمة نعمل اجتماعات مكثفة مع المنظمات الدولية اللي ننظم العملية الإغاثي. نحن كلجنة عليا للإغاثة شركاء أساسيين في العملية الإغاثي، بحيث انها نحن نعرف نحن نقدر نفتح لهم قنوات حقيقية موجودة اللي توصل إليها. عدم التنظيم في عملية الإغاثي انها لا توصل إلى الإغاثة بشكل كبير، يعني لو نحن رجعنا للوراء في 2016 لم ينفذ من عملية الإغاثي سوى 30%، وهذه النسبة البسيطة اللي هي تمت موجودة الآن. يعني الآن هي طبعا الاستجابة اللي تمت في 2017 هي مليار و100 مليون دولار، هذه نخاف انها برضو لا توصل الى حد اللي نحن نطمح فيه. الاحتياج كبير والمأساة كبيرة، لكن عندما لم يتم تنظيم العمل، عندما لم يكن نعرف بشكل عام اساسي، يعني فمثلا الآن في عملية الدعم الكبير في عملية الكوليرا آخر مرة في الفترة الأخيرة، ولي العهد ما كان منه قدم لليمن 66 مليون عبر منظمة الصحة العالمية. عندما نحن نتكلم على الأدوية الكوليرا، نحن الأدوية موجودة مكتفين فيها، لكن 66 مليون دولار وهي في حاجة أهم من هذا كله، وهي الإصحاح البيئي وكل ورث المياه كذلك اللي هي يعني رفع المخلفات. هذه المبالغ لو استخدمت فيها فهو هذا بيقلل من الأمراض، والأمراض التي هي توصل إلينا من 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 مسبباتها وهي مخلفات الحرب واستمرار الحرب. كذلك النازحين في كل مكان موجودين، كذلك غير النازحين في عائلات متشردة. المتشردين احنا المتشردين الذي لم يلاقوا لهم مأوى، فهم تقريبا يعني خرجوا من قراهم ومدنهم هاربين من بطش الحوثي، يعني بيوتهم تدمرت لا يقدرون يعودوا الى هذه المناطق. وهذه الاشياء من المنظمات الدولية تكون موجودة في عدن وتعكف وتتواصل مع الحكومة وتحاول تنفذ البرامج حقها على حسب ما هي تراه الدولة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني على الارض الواقع، ليس من خيال. يعني أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال بالفقيه، مستشار وزارة الإدارة البحرية وكذلك منسق اللجنة العليا للإغاثة، شكرا جزيلا لك. أستاذ أحمد، يعني هل لديك تعليق قبل أن ندخل في الملفات التي على الحكومة الشرعية أن تعمل ويكون هناك بالنسبة لها ثقل في مجلس الأمن الدولي وخلال حديثنا عن الإحاطة، هل لديك تعليق ثم نعود إلى الملفات؟ لا يوجد تعليق سوى أنه لجنة العليا للإغاثة تبذل جهود فعلا كبيرة، ومن خلال تعاونها مع مركز الملك سلمان، من خلال تعاونها مع كافة المنظمات الدولية، لكنها بحاجة إلى بذل المزيد والمزيد من الجهود. نعم، اللجنة العليا يعول عليها كثير وهي المسؤولة عن الملف الإنساني بشكل كامل في مختلف محافظات الجمهورية. عليها أن تكثف من جهودها، عليها أن
أن تعمل حالة طوارئ، أن تعمل حالة طوارئ لكافة طواقمها في مختلف المحافظات، لأنه فعلا الوضع الإنساني بحاجة إلى عمل كبير لنحد من هذه الأوضاع الإنسانية المصرية. نعم. طيب الآن تحدثنا عن الإحاطة وكيف يمكن أن تكون لها ثقل بالنسبة للمجلس الأمن الدولي والتعامل بشكل عام المجتمع الدولي بالشرعية اليمنية. طرحت أول نقطة مسألة الجنوب، أنا أريد أن أسأل هنا لماذا لم تعمل الحكومة الشرعية بعيدا عن الصراعات الجانبية التي نشأت مؤخرا على مسألة الأقاليم التي ربما متفق عليها من قبل أبناء المجتمع اليمني كافة، وكذلك حتى هناك أيضا دعم دولي بالنسبة لهذه المسألة؟ الحكومة اليمنية احنا اتفقنا انه سمعنا قبيل الاسبوع الماضي انه سيكون هناك اعلان دستوري فيما يتعلق بموضوع الاقاليم، وسيتم عقد جلسة لمجلس النواب للموافقة على هذا الاعلان الدستوري، لكن حتى لا نستغرب ما الذي اجل هذه النقطة بالتحديد، لانه اعلان دستوري الدستوري يجوز رئيس الحكومة منصور هادي ان يعمل اعلان دستوري في مثل هذه الظروف، وان يعقد مجلس النواب بالاعضاء الداعمين للشرعية وهم الاغلبية ويصوت على هذا الإعلام. وكذلك أيضا بإمكان رئيس عبد المنصور هادي أن يوجه قيادات المحافظات كل إقليم إلى إعلان هذا الإقليم ليقطع الطريق أمام الميليشيات. لا ننسى أنه أهم نقطة الميليشيات حاربت من أجلها هو ما هي ضد موضوع الأقاليم. طيب الآن كم تسيطر الميليشيات الانقلابية بالنسبة للأقاليم الرقعة الجغرافية مقابل باقي الأقاليم حضرموت وعدن وسبا وغيرها؟ يعني تقريبا نحن نتكلم عن إقليم تهامة شبه تحت أيدي الميليشيات. نعم. طيب. إقليم آزال وكذلك أجزاء كبيرة من إقليم الجند، نتكلم عن ثلاثة أقاليم. لكن المسألة ليست هنا، المسألة أنه فيه محاولات دولية ومحلية لأن يكون الإجماع الوطني كامل حتى الأطراف الأخرى بما أنهم كانوا حاضرين في الحوار الوطني وموافقون على هذه الأقاليم. أنا أريد الحديث أو السؤال الأساسي أن كيف يجعل من الحكومة الشرعية لها ثقل في المجتمع الدولي عندما تتم هذه المسألة وتبتعد عن الصراعات الجانبية، هل له تأثير؟ أم أن الصراعات الجانبية ذات تأثير سلبي على الحكومة؟ أتحدث عن الأقاليم في حال أنها تمت ومن خلال هذه الإحاطة التي قدمت، إذا كانت الأقاليم قائمة هل سوف يجعل لها ثقل؟ أكيد أنه هذا مشروع اليمين أصلا، قيام دولة اليمن الاتحادية هذا هو المشروع الذي اتفق عليه كل اليمنيين من خلال الحوار الوطني، بالتالي سيصبح الحكومة لديها ورقة من أهم أهداف عودة الشرعية هو تنفيذ مقريات الحوار الوطني، وإقرار الأقاليم من ضمن هذه الأهداف الهامة والإيجابية والدعم للحكومة اليمنية. طيب لكن كيف سيتم ذلك الإعلام ومتى هذا الأمر يعود للحكومة اليمنية؟ ونتمنى أن تعجل فيه، فالحوثي وصالح لا يريدون إلا دولة مركزية يحكمون اليمن من شرقه إلى غربه من خلال مركزهم المقدس إقليم أزال. ربط الجانب العسكري بالجانب السياسي وبأن التقدم العسكري سوف منتظر على مرتقب على قرار سياسي، هذه القرارات السياسية الداخلية كيف لها إذا طبقت بالجانب العسكري كيف لها أيضا أن تجعل لها ثقل في جانب مجلس الأمن الدولي؟ قبل أن أجيب هذا السؤال أنا أريد أن نركز على نقطة المجلس الانتقالي الجنوبي، لماذا أسميته المجلس الانقلاب الجنوبي؟ لأن المجلس انقلب على الشرعية، فلذلك أي كيان المجلس الانتقالي أو أي كيان في الشرق أو في الغرب في الشمال أو في الجنوب ينقلب على الشرعية ويتمرد على قرارات رئيس عبد المنصور هادي هو انقلابي، حتى وإن كان في أي مكان في العالم، في أي مكان في الجمهورية، في مأرب، في الجوف، في صعدة، في شبوة، في حضرموت، تمرد على قرارات رئيس عبد المنصور هادي يعتبر كيان أو فصيل نفس خانة الميليشيات الانقلابية. نعم. بهذا المعيار لو إذا كانت مسألة وجود غطاء أو مظلة لأبناء الجنوب نحن نرحب بوجود مظلة لأبناء الجنوب الكل يظل تحتها، ولكن تحت غطاء الشرعية وتحت توجيهات رئيس عبد المنصور هادي. لنعود لهذه النقطة، الربط بين الملف السياسي والعسكري دائما كنا نحذر، لماذا؟ لأن القرار حسب المعركة هو قرار سياسي، القدرة موجودة لدى الجيش الوطني، القدرة العسكرية موجودة لدى الجيش الوطني، القدرة القتالية موجودة، القدرة البشرية موجودة، التحالف لديه إمكانيات قادر يحسن المعركة، لكن القرار السياسي هو الذي يعرقل هذه جميعها. نعم. طيب تتحدث عن القرار السياسي،
هل للمجتمع الدولي ضغط على الشرعية بالنسبة للقرار السياسي وارتباطه بالجانب العسكري؟ بلا شك المجتمع الدولي أولا لا توجد رغبة دولية في إنهاء الحوثي كقوة عسكرية. الحوثي يراد له أن يبقى قوة عسكرية على الأقل في شمال الشمال لكي يستخدم لأهداف دولية قادمة. فالقرار الدولي الداعم للشرعية لحسم معركة عسكريا لا يوجد. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يتم إنهاء الحوثي عسكريا، وإلا لما سمحوا لهم القدوم من صعدة حتى صنعاء خلال فترة وجيزة. يبدو أن الوقت شرف على الانتهاء، بدقيقة واحدة سوف أتيح لك المجال الحديث عن كيف يمكن لهذه الإحاطة أن يكون لها ثقل بالنسبة للمجلس الأمن الدولي، والكل يتحدث بأنها بشكل عام إيجابية لصالح الحكومة الشرعية، فما المطلوب من الحكومة الشرعية باختصار اليوم من كل هذه الإحاطات والتقارير الصادرة التي تدين الميليشيات الانقلابية؟ نعم، على الحكومة اليمنية أن تستفيد من هذه الإحاطة أولا في طلب المجتمع الدولي لدعم الحكومة في جهودها الأمنية لمكافحة الإرهاب. فمن خلال الإحاطة أن هي المعنية بمكافحة الإرهاب وهناك جهود. اثنين، أن الحكومة اليمنية أن تستمر في تعرية الميليشيات أمام العالم في مسألة عرقلة اتفاق أو مبادرة ميناء الحديدة ومحافظة الحديدة وهي انكشفت، عليها أن تستخدم هذه الورقة أكثر وتبين أن الميليشيات هي من تعرقل تسليم الرواتب، هي من تعرقل وصول المساعدة الإنسانية، هي من تعرقل وصول المساعدة الطبية لمعالجة ومكافحة مرض الكوليرا. لذلك الحكومة اليمنية لديها نقاط إيجابية تستخدم من خلال هذه الإحاطة. ولد الشيخ أحمد أيضا معني في الإحاطة القادمة على أن يبين من هو الذي يعرقل مرة أخرى وبشكل صريح وليس بصورة فضفاضة كما هو يتحدث عن أطراف نزاع. الشرعية والانقلاب لا يوجد هناك أطراف نزاع، هناك شرعية وهناك انقلاب. نعم. ويجب أن تسمى الأشياء بمسمياتها. أشكرك جزيلا، أشكر ختام هذه الحلقة الأستاذ أحمد البحيح المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. كما شكر موجه أيضا لمن شاركونا عبر الهاتف، الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي، وكذلك للأستاذ جمال بل فقيه مستشار وزارة الإدارة المحلية وكذلك منسق اللجنة العليا للإغاثة، والشكر هو لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة والإصغاء. نلقاكم في حلقات قادمة، حتى ذلكم الحين استودعكم الله وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد الفرحان، وأنقل لكم أيضا تحيات طاقم البرنامج، وجمعتكم مباركة مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيك الله.